تعالوا نسمع نسي لشيرين عبد الوهاب، وكانت يعني انطلاقه برضو مختلفه نوع مزيكا يكون موجود مع شيرين. اتكلمنا عن الاغنيه سريعا او فكرنا بوقت التسجيلات والحاجات اللي كانت بيحصل. نساي كانت اغنيه سبيشال بالنسبه لي جدا، لان الاغنيه اصلا انا سمعتها وانا بتصحر عند الملحن تامر علي، فاحنا كنا متلمين في رمضان، وبقول له يا تامر هو انا كل ما اشتغل معاك هتديني اغنيه حزينه، ما تيجي نعمل اغاني سريعه. يا ريت. هو قال لي بص يعني قلب في التليفون، قال لي فويس نوتس كتيره، لو لقيت حاجه عجبك تعال نوزعها. فانا سمعت الفويس نوت بتاعت نساي، قلت له ايه دي حلوه جدا. فهو قال لي يا راجل دي اغنيه كده كنت عامل منها حته صغيره ومش بكملها وبتاع. قلت له لا دي اغنيه حلوه جدا، انا هاخدها وعايزين نعمل لها شكل موسيقي. فهو قال لي ايه؟ قبل ما تكون لشيرين او لاي قبل اي حد، هي الفكره نفسها قبل اي حد. فهو قال لي بص انا مش هغني تاني، لو عايز توزع وزع بالفويس نوت. يا نهار ابيض. قلت له يا تامر. قال لي وزع بالفويس نوت. اعتمدت على انا عجبتني، حسيت فيها روح، لان وقتها الريجاتون اللي هو الموسيقى الراقصه اللاتيني يعني كانت مكسره الدنيا عالميا، ولسه في ميخانتي نازله وديسباسيتو نازله، فكانت مش عارف الكلمه بالعربي ايه، بس ات واز ذا زايت جايست اوف ذا جنرا، يعني اكتر وقت ازدهارا لهذه الجنرا. وانا مصر ان احنا ندخل، وكنا شغالين في البوم شيرين ومفيش اي حاجه اللي هو سريعه او الهيت بتاعت الالبوم، وما كناش مقررين ان نعملها شيرين اصلا. اديك الصدمه بقى. فاحنا عملنا الاغنيه. كان في دماغك مين وانت شغال على الاغنيه في الاول؟ انا لسه ما كانش في دماغك مطرب معين. احنا عملنا مزيكه الاغنيه ووزعناها، وكان في صديق مشترك ما بيني وبين شيرين اسمه كريم الحميدي، صديق غالي عليا جدا، جاي استوديو يعني بيشرب معايا قهوه بعد الفطار، قال لي بقول لك ايه الاغنيه دي تنفع حسام. حسام حبيب. قال لي تنفع حسام حبيب جدا، ونطلع معاه شيرين موديل في الكليب، قلت له يعني عشان هتنسى ومش عارف ايه وهتبقى حاجه خفيفه الظل. سمعناها لحسام، حسام طار جه وعمل عمل لها يعني عمل ديمو، سجل الديمو. وانا تاني يوم كنت مسافر لندن راجع بقى، ما انا بينج بونج لندن كاير هنا لندن هنا كاير. فانا راجع لندن، بعد ما وصلت لندن ب 24 ساعه لقيتهم بيكلموني، نابولسي انت سجلت حاجه في نساي؟ لا ما سجلتش. طب ما تسجلش ليه يا جماعه؟ اصل احنا هنغير طبقه وشيرين اللي هتغني الاغنيه. ازاي يا جماعه؟ طب والكلمات ما كانتش كلموا تامر، كلمات تامر حسين طبعا. كلموا تامر، وتامر قلب غيرها في خيالها فيميل بنميل يعني.